لو جنينك وزنه صغير قوي ازاي تزودي وزن الجنين؟ هنا عيادة الام والطفل، ومعكم دكتورة الهام عز الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هكلمكم عن سؤال بيوصلنا كتير جدا، سؤال بيتسأل في كل جروبات الامومة وجروبات الحوامل، وهو انه الجنين وزنه صغير، ازاي ازود وزن الجنين، ازاي ازود حجم الجنين. معظم الاجابات اللي الامهات بتجاوبها او الناس بتجاوبها بتكون أطعمة معينة، زي مثلا الموز والشوفان واللبن ومش عارفة ايه، أطعمة معينة ان هي اللي بتزود وزن الجنين. ولكن خلينا اقولك ان الموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع اعقد من كده شوية او اعمق من كده شوية. وزن الجنين متوقف على كذا عامل، في كذا عامل ممكن يزوده وكذا عامل ممكن يقلله. وخلينا نفهم وزن الجنين ايه اللي ممكن يقلله، وازاي اننا نتغلب على الحكاية دي ووزن الجنين يكون كويس. تعالوا نشوف. اول حاجة ممكن تأثر على وزن الجنين هي الصحة العامة للأم، وخلينا اقول لكم ان دي من اهم الحاجات اللي بتأثر على وزن الجنين. بمعنى الامهات الصحيحة، الامهات القوية السليمة اللي صحتها كويسة، اللي مش بتعاني من اي امراض، اللي امورها متظبطة، في الغالب بتنجب اطفال سليمة واطفال قوية واطفال وزنها كويس. طيب نعمل ايه في الحكاية دي قبل الحمل؟ يعني انا عايزة كل واحدة قبل الحمل تحاول تطمن على نفسها وتطمن على صحتها، تشوف الضغط، تشوف السكر، تشوف امورها، لو في اي شكوى ما تأجلهاش، لو حاسة باي اعراض غريبة ما تأجلهاش، بحيث انها تبقى داخلة الحمل وهي مطمنة ان صحتها العامة كويسة، انها مش بتعاني من اي مشاكل، وانه لو في مشاكل المشاكل تحت السيطرة. تمام، مشاكل في الغدة، مشاكل في كذا، كل المشاكل تحت السيطرة. فالصحة العامة للام، الصحة الجيدة للام، هي اكتر حاجة بتضمن الوزن الجيد للطفل. تمام، طيب اثناء الحمل خلاص والوزن الطفل قليل، اول حاجة تتعمل لو لاحظنا ان وزن الطفل قليل او الدكتور قال لنا ان وزن الطفل قليل، نطمن على صحة الام، هل في ضغط، هل في سكر، هل في اي حاجة، ونحاول نظبط اي عرض غريب حصل اثناء الحمل، نحاول نروح للدكتور ونظبط نفسنا. دايما في الحمل حاولي تحافظي على صحتك صحة جيدة. تمام، لو حاسه اي حاجه غريبه بتروحي تكشفي، لو حاسه نفسك تعبانه من اي حاجه بتروحي تكشفي، المتابعه بتاعتك بتروحي تشوفي ضغطك وتشوفي سكرك، وتحافظي ان صحتك العامه تبقى جيده. غالبا لو صحه الام جيده الطفل كمان وزنه هيبقى كويس. تمام، تاني حاجه بتاثر على وزن الجنين هي التغذيه الجيده للام. ده يعني الاجابه اللي بتتجاوب دايما ان هو كلي موز وكلي معرفش ايه. الحقيقه مش موز بس، الموز جميل جدا والشوفان جميل جدا في الحمل فعلا، ومغذي وكل حاجه وحاجات عناصرها الغذائيه قويه، ولكن الام عموما بتحتاج عناصر غذائيه اكتر من او الحامل بتحتاج لكالوريز او لسعرات حراريه اكتر من اللي مش حامل، واحتياجاتها من العناصر الغذائيه بتكون اكتر بكتير. الطفل ده علشان يبني جسمه محتاج بروتينات، محتاج فيتامينات، محتاج معادن، محتاج حديد، محتاج كالسيوم، محتاج حاجات كتير جدا علشان يبني جسمه، علشان وزنه يكون كويس وصحته تكون كويسة. علشان كده بننصح الام الحامل انها تاكل اكل متوازن واكل كويس، تاكل اكل عالي البروتين، تركز على اللبن، على البيض، على اللحوم، تاكل حاجات بروتيناتها عالية، تاكل حاجات غنية، اطعمة غنية بالمعادن، اطعمة غنية بالكالسيوم زي السمك مثلا، حاجات تكون كويسة بتساعد الطفل ان وزنه يكون كويس. لقوا كمان ان الستات اللي بتكون حامل في ظروف صعبة، في ظروف ما بتقدرش ان هي تاكل كويس، في ظروف المجاعات او الحروب لا قدر الله، دايما بيكون اوزان الاطفال قليلة، بتولد طفل صغير في الحجم او وزنه قليل. فالتغذية الجيدة والتغذية الكافية للأم والعناصر الغذائية الجيدة، مش بس كمية الأكل، كمان نوعية الأكل، نوعية الأكل تكون كويسة وتكون مغذية للأم، دي أكتر حاجة أو من أكتر الحاجات كمان اللي بتأثر على وزن الطفل وبتساعد أنه الطفل يكون وزنه كويس. يعني ما تجيبليش أم تغذيتها ضعيفة جدا أو أم عندها القيء المستعصي، يعني في ستات بتفضل ترجع لغاية آخر الحمل القيء المستعصي وتتوقع أن الطفل يكون وزنه كويس، هيجيب الوزن منين؟ لازم الأم تتغذى كويس جدا عشان الطفل وزنه يكون كويس. نمرة ثلاثة، ودي بقى يعني غلطة بتقع فيها حوامل كتير جدا، ممنوع التدخين وممنوع الكافيين. التدخين من الحاجات اللي ممنوعة من اول الحمل وممنوعة عموما، يعني بس هي مش مستحبة طبعا وبتأثر على الصحة، لكن في الحمل ممنوعة تماما لانها بتأثر ليها تأثيرات سلبية كتير جدا، من ضمنها انها بتقلل الدم اللي واصل للجنين، من ضمنها بتأثر على وزن الجنين. فلو انت مدخنة او جوزك مدخن بتبعدي عن مصدر الدخان او مصدر السجاير علشان وزن الطفل يكون كويس. بالنسبة للكافيين، ودي المشكلة اللي يعني بتقع فيها ستات كتير، ستات كتير متعودة على شرب الشاي والقهوة
والنسكافيه والكلام ده والحاجات اللي هي المكيفات دي ما بتقدرش تستغنى عنها اثناء الحمل. المشكله انه دي الكميات كبيره من الكافيين او من القهوه او من الشاي مسؤوله عن صغر حجم الجنين، بيطلع في الاخر الجنين حجمه صغير. علشان كده لو انت مثلا بتشربي الكلام ده والدكتور قالك والله الجنين وزنه قليل او حجمه صغير، بتوقفي تماما الشاي والقهوه. تمام. نمرة 4 المكملات الغذائية، دي الحاجة اللي ستات كتير ناسياها وما تعرفش انها بتأثر على وزن الجنين. المكملات الغذائية يعني ايه؟ المكملات الغذائية طبعا الفيتامينات والمعادن. خلينا اقول اهم حاجتين من المكملات الغذائية خلال الحمل، حمض الفوليك في الثلاث شهور الاوائل من الحمل مهم جدا جدا، والحديد مهم جدا من اول او من نص الشهر الرابع. الحديد مهم جدا جدا جدا، ما تجيليش ست الانيميا بتاعتها مثلا او الهيموجلوبين بتاعها 8 ولا 7 وتيجي تقول لي اصل وزن الجنين قليل. طبيعي يكون وزنه قليل، الجنين كانه عايش في مجاعة، الدم اللي واصل له مش غني بالحديد، الدم اللي واصل له ضعيف جدا مش قادر ان هو يساعده. فالمكملات الغذائية صعب قوي انك تاخدي كل احتياجاتك من المعادن وكل احتياجاتك من الفيتامينات من الاكل. علشان كده المكملات الغذائية خصوصا الحديد مهمة جدا جدا للسيدة الحامل. تمام. نمرة 5 وهي مضادات التجلط، بس ديت يعني عليها بعض المحاذير شوية. من اكتر الاسباب اللي بتخلي وزن الجنين ضعيف هو وجود جلطات صغيرة في الاوعية الدموية بتاعة المشيمة او الخلاص. اللي ما يعرفوش يعني ايه المشيمة، المشيمة ديت هي قرص كده لحمي فيه الدم اللي بيغذي الجنين، هو حلقة الوصل بين الام والجنين. الدم بيجي من الام يعدي على المشيمة وبعدين يروح للجنين. تمام. احيانا بيكون فيه جلطات صغننة خالص بتتكون وبتسد الشرايين بتاعة المشيمة دي، وبالتالي بتمنع الدم انه يوصل للجنين وبتأثر على وزن الجنين وعلى حجم الجنين. علشان كده الدكاترة كتير بيدوا لبعض الحالات اللي فيها مشاكل مضادات التجلط، طبعا زي الاسبرين الاطفال او الاسبوسيد وزي حقن الهبارين والكليكسان والكلام ده. الاسبوسيد بنديه لحالات كتير صراحة، يعني اي حالة احنا شاكين ان الدم مش واصل كويس للجنين او ان الحجم مش عاجبنا. لكن الكليكسان لحالات معينة، مش بنديه لاي حاجة كده وخلاص. لو انت عندك تاريخ مرضي من الجلطات، لو في حاجات اللي بيسموها الانتي فوسفوليبيد سندروم، مش عارفة اسمها بالعربي ايه، اللي هي عندهم بعض الاجسام المضادة او الاجسام المناعية، ومعروف ان الست دي عرضة اكتر للجلطات، احنا بندي مذيبات التجلط دي او بندي مضادات التجلط دي بحيث انه الجنين الدم اللي واصل له يكون كفايه. ودي من اكتر الحاجات اللي الستات اللي عندها مشكله في الحكايه دي اكتر حاجه بتساعدهم. الستات اللي عندها مشكله في التجلط اكتر حاجه هتساعدها هي مضادات التجلط، هتساعدها انه الجنين يكون حجمه كويس ويكون صحته كويسه والدم يوصل له بصوره كافيه. تمام. نمرة 6 بقى هي المتابعة الجيدة. ما تجيليش انت مش بتتابعي بقالك كذا شهر وتقولي لي اصلا اتفاجئت ان وزن الجنين قليل. المتابعة الجيدة عموما مهمة جدا جدا لكل واحدة حامل بتتابع الحمل، بنشوف هل حجم الجنين كويس، الدم اللي وصل له كويس، اموره كويسة، شكله كويس، الدنيا كويسة ولا مش كويسة. المتابعة الجيدة بتساعدنا نكتشف اي مشكلة من بدري ونتعامل معاها، بتساعدنا ان احنا نشخص مظبوط. خليني اقول لكم على حاجة، احيانا بيكون حجم الجنين مش وحش ولا حاجة، ولكن يعني عدم المتابعة هو سبب اللخبطة اللي حصلة. ازاي الكلام ده؟ انا بالنسبة لي الجنين او الاجنة مش كلها حجم واحد زي البشر، في الطويل وفي القصير والتخين والرفيع، وكلهم طبيعيين يعني مش اقزام ولا حاجة، بيكون قصير شوية بيكون طويل شوية. الاجنة نفس الكلام، الاجنة مش كلها حاجة واحدة وبيبقوا كلهم اصحاء، يعني بيكون الجنين ده صحيح وسليم بس حجمه صغير شوية، في واحد تاني بيكون حجمه كبير شوية، لعوامل كتير، نظرا لعوامل كتير من اهمها عامل الوراثة. يعني انا مش متوقعة لو الاب حجمه صغير والام حجمها صغير انا مش متوقعة جنين حجمه كبير، انا متوقعة جنين وزنه صغير قصير شوية حجمه قصير شوية بس وزن نورمال يعني خلال الطبيعي. كل بلد بيبقى ليها حاجة اسمها جروس تشارت، او هنزل لكم، احاول انزل لكم صوره ليه، رسم بياني او داله كده بنحط عليها الوزن مقابل العمر وبنشوف هل الوزن ده مقبول ولا مش مقبول، هل الطول ده مقبول ولا مش مقبول. تمام. بيكون لها متوسط، اللي تحت المتوسط بشويه مقبول، لكن لو تحت خالص بيكون مش مقبول. الحاجه الثانيه اللي بتساعدنا في موضوع المتابعه ان انا بعرف هل الجنين ده بيكبر، ده السؤال المهم، مش السؤال المهم هو الجنين ده حجمه صغير ولا لا، السؤال المهم بيكبر كويس ولا لا. بمعنى انا جيت مثلا في اتنين بيتابعوا معايا، واحده جايه الجنين بتاعها حجمه قليل، جيت الزياره اللي بعدها الجنين كبير شويه، الزياره اللي بعدها كبر اكتر، فدي بالنسبه لنا مطمنانه هو جنين صغير في الحجم ولكن بينمو بشكل طبيعي.
تمام، فده هيبقى انسان او جنين صغير او طفل صغير الحجم شويه ولكن طبيعي صحته كويسه. انما مثلا بتجيلي ست برضو نفس الحجم ونفس العمر ونفس الجنين، جاتلي الزياره اللي بعدها لا الجنين ثابت ما بيكبرش، الزياره اللي بعدها الجنين ثابت ما بيكبرش، الجنين ده فيه مشكله. يبقى احنا العبره هل الجنين بيكبر ولا لا اكتر من وزن الجنين في اللحظه الراهنه، تمام؟ علشان كده بقول لكم المتابعه الجيده دي مهمه، بعرف من اولها كده او بعرف خلال الحمل انا معايا جنين صغير بينمو بشكل طبيعي ولا انا معايا جنين فيه مشكله بحقه حقيقي او فيه مشكله في الحجم مضايقاني، تمام؟ بمناسبه الكلام عن الحجم وفرق الحجوم بين الاطفال وبعضها، انا هحكي لكم قصه بس بسيطه. اول ما اشتغلت دكتوره نسا اساتذتنا اللي علمونا يعني قالوا لنا انه الستات اللي بتكون قصيره زياده او قصيره قوي صعب تولد طبيعي، ولان عظم الحوض بيكون صغير وغالبا بتحتاج تولد قيصري. بنشوف وبنقيم الوضع بس في الغالب ما بتقدرش تولد طبيعي وبتولد قيصري. فكان سؤالي طيب هل القيصري ده مثلا منتشر في جنوب شرق اسيا زي الصين وماليزيا والدول دي اللي الستات معظمها فعلا قصيرين؟ قالوا لي لا، الستات هناك بيجيبوا اطفال حجمها صغير لان متوسط احجام الاجنه في الدول دي اقل بكتير من متوسط احجام الاجنه عندنا. فالموضوع ليه علاقه بالعرق وليه علاقه بالوراثه. حجم الجنين مش ثابت حول العالم، في دول احجام الجنين بتاعتها صغنونه وقليله، في دول لا الاجنه اطول من مصر مثلا، في دول زي ايطاليا او امريكا متوسط حجم الاجنه اعلى من مصر، مصر في النص كده ما بين ده وما بين ده. فهي الموضوع معتمد على الدول، على الاعراق، معتمد على الوراثه، العائلات اللي حجمها صغير بتجيب اطفال حجمها صغير. مش دايما الجنين الصغير عنده مشكله، فاهمني؟ ده اللي انا عايزه اوصل له. مش دايما الجنين الصغير عنده مشكله، مش دايما هو عنده ازمه، مش دايما احنا قدام مشكله ولا حاجه. علشان كده المتابعه الجيده والمتابعه بانتظام هي اللي هتجاوب على السؤال، هل الجنين ده صغير ولكن سليم وصحيح، ولا هل الجنين ده مش واصل له دم او عنده مشكله او التغذيه بتاعته فيها مشكله. اتمنى الفيديو يكون افادكم ووضح النقط اللي عليها خلاف او جدال. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم لينا. ابعتوا لنا اي اسئله هنا او على صفحتنا على الفيسبوك مام بيبي كلينك. شكرا ليكم.